دايما دايما خلاص اتعودنا بقينا بنقول كده دايما تقريبا يوميا انه قبل اي مباراه مهمه او حدث مهم يخص النادي الاهلي دايما بتحصرك الاشاعات. والنهارده الحقيقه يمكن لفت نظري اخبار كتيره جدا عن لاعبي النادي الاهلي، فلان ماشي فلان جاي، ده رايح مش عارف فين، ده اتفق مع نادي سين، وده مقابل ان لاعب الاهلي ده هيروح نادي صاد. كلام الحقيقه كتير جدا، وكلام كله صدقوني ملوش اي اساس من الصحه، ومش عارفه الهدف منه ايه وايه الغرض منه في التوقيت ده. اكيد الغرض منه معروف طبعا، معروف جدا، اللي بينتظر الفريق أكيد مباراة مهمة جدا مع الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا، وطبعا الموسم اللي انتهى وهيبقى فيه كلام كتير زي ما احنا تعودنا عن تدعيمات الموسم الجديد طبعا وفقا لرؤية المدير الفني موسيماني، لكن مش في الوقت ده، لأنه دلوقتي لا صوت يعلو حاليا في الأهلي على صوت مباراة الزمالك من أجل طبعا تحقيق حلمنا كلنا، حلم جماهير النادي بالفوز باللقب ده الغالي اللي جماهيرنا يمكن كلها منتظراه ونفسها يعني متشوقة ليه بقالنا 7 سنين النهاردة. والحقيقة ما تعودتش أبدا، يعني هو الجمهور ده ما تعودش إنه يبعد عن اللقب القاري ده كل الوقت ده. فدي برضو يعني حاجة كده حبينا ننوه عليها، لأن عندك حق طبعا، رينار اليومين اللي فاتوا كتير جدا.